أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. تطبيق نبي الإسلام. استمتع بموسوعة متكاملة عن حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتجول في رحاب سيرته العطرة. استمع وشاهد وتعلم، واختبر وانشر وانصر. هذا الحبيب. رسائل: اختبر معلوماتك، البطاقات الدعوية، الأرجوزة المائية، صوتيات منوعة، مرئيات متعددة. انصر نبيك، مع إمكانية حفظ وإرسال وتصدير كافة المعلومات الموجودة في البرنامج. تطبيق نبي الإسلام، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. رسائل يومية على صفحة الشيخ محمد صالح المنجد على الفيسبوك وتويتر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اليوم من الشهر الفضيل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا فيه لما يحب ويرضى. ومن الحسنات الفضيلة في هذا الشهر إطعام الطعام، وإن كان من فطر صائما فله مثل أجره، وإذا أشبعه فإن الأجر يكون أكمل. وكذلك فإن الذي يطعم المتسحرين يعينهم على صيامهم ويقدم لهم ما سماه النبي صلى الله عليه وسلم بالغداء المبارك، وهو السحور، طعام عظيم فيه البركة وفيه أيضا مخالفة لأهل الكتاب ومخالفتهم عبادة. فالشاهد أن الذي يقدم السحور للناس له أجر عظيم، وكذلك الذي يعطي الفقراء ويوزع الأطعمة عليهم. ونحن نرى في بعض الأماكن اليوم حاجات للمسلمين شديدة ينبغي أن تلبى وتغطى. ويقول أحدهم: ذهبت إلى سوق الخضار وقلت لبائع الخضروات: أعطني أوراق الخس هذه الساقطة، عندي حيوانات. فأخذتها ومضيت، والحقيقة أنه ليست الحيوانات إلا أنا وأولادي الذين سنأكلها لأننا لا نجد غيرها. وهناك طبعا من المسلمين من يعيشون تحت الحصار، من يعيش تحت الحصار، حصار الجوع الخانق الذي يؤدي إلى الهلكة، التهلكة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يطعم الطعام ومن الذين يتحاضون على طعام المسكين، فإن من أسباب دخول النار عدم التحاض على إطعام المساكين. ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما
وتحبون المال حبا جما. وكذلك قال الله سبحانه وتعالى في التهديد والوعيد في الذي يكذب بهذا الدين: ولا يدع اليتيم، لا هؤلاء يدعون اليتيم يقسون عليه ولا يتحاضون على طعام المسكين، لا يحضون على ذلك، فليحض بعضنا بعضا على هذا. وإلى هذا الموضوع من الموضوعات الإيمانية التي نحتاجها لأجل الدار الآخرة. روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. تعليقنا على هذا الحديث بعد الفاصل إن شاء الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. رواه البخاري. مواقف وأحداث نعيشها كل يوم، فنحتار كيف نتصرف وماذا نفعل مع الأهل والأقارب، مع الأولاد والأحفاد، مع الجيران، مع الأصحاب، مع الفقراء، وكذلك الأيتام وغيرهم من أصناف الناس. وتطل علينا السيرة الشريفة لتدلنا على السبيل القويم والتعامل الحكيم وفق منهج النبوة وعلى خطى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كتاب كيف عاملهم صلى الله عليه وسلم للشيخ محمد صالح المنجد، قراءة عملية للجوانب الاجتماعية من السيرة الشريفة من مجموعة زاد للنشر. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة المواقع التالية: إذن هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لأجل ما يكون يوم القيامة، حيث تأتي الخلائق خاضعة ذليلة مستسلمة لربها، وقد خاب من حمل في هذا اليوم ظلمة. قال عليه الصلاة والسلام: من كانت له مظلمة لأخيه، أي من كانت عليه مظلمة، فمن اعتدى على أخيه المسلم في الدنيا بسب أو طعن في عرض أو أخذ من مال بغير وجه حق، فليطلب من أخيه المسامحة وليرد ما عليه من حقوق مادية قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. وقول عليه الصلاة والسلام قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إشارة إلى أنه يجب أن يتحلل ممن ظلمه ولو بذل الدينار والدرهم لأجل المظلمة، لأن أخذ الدينار والدرهم إعطاؤه اليوم أسهل من أن يأتي يوم القيامة وليس عنده شيء يعطيه،
إلا من حسناته، والحسنات عزيزة جدا على الإنسان يوم القيامة. وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأن له الذكرى، فيريد أي حسنة في الآخرة، يريد أي حسنة في الآخرة. فإذا جاء يوم القيامة وعليه مطالب ومظالم، ظلم هذا في عرض، اغتاب هذا، ضرب هذا، أكل مال هذا، ظلم هذا، شتم هذا، ما عنده مال من دنانير ودراهم يعوض به أصحاب المطالب والمظلومين الذين يطالبونه، ما عنده. ماذا سيضطر؟ أن يدفع من حسناته. والحسنات يوم القيامة عزيزة جدا، كل واحد محتاج لحسناته، لأدنى حسنة، لأنه يريد أي شيء ينجو به من تلك الأهوال. ميزان منصوب له كفتان، والصراط مضروب على متن جهنم، وجهنم قد قربت وجيء بها، لها 70,000 زمام، على كل زمام 70,000 ملك يجرونها، وإذا قربت سمعوا لها تغيظا وزفيرا، لها شهيق وهي تفور تكاد تميز من الغيظ. الخوف رهيب في ذلك اليوم. وقد جاء الجبار ونصب كرسيه لفصل القضاء، وجاء معه جنوده والملائكة، كل واحد محتاج لأدنى حسنة. ولا الأب مستعد يعطي ولده، ولا الولد مستعد يعطي أباه، ولا الأخ مستعد يعطي أخاه، ولا الزوج يعطي زوجته، ولا الزوجة تعطي الزوج، كل يقول نفسي نفسي. لذلك اليوم إذا دفعت التعويضات بالمال، إذا ما وافق إلا على تعويض مالي، أسهل من غد. لكن الحديث يقول فليتحلل منه، يطلب المسامحة، يطلب أن يغفر له صاحبه، يطلب أن يتجاوز عنه. من طيب نفس أن يسامحه فيما فعل في حقه من ظلم. يعني يوم القيامة في قصاص، ولا يجاوز القيامة إلى جنة أو نار ظلم ظالم إلا اقتص منه. قال تعالى فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وقال اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. وقال ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فاليوم يوم القيامة سيقتص حتى للبهائم من بعضها البعض، كما قال عليه الصلاة والسلام لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة، حتى يقاد للشاة الجلحاء التي لا قرن لها من الشاة القرناء التي لها قرن، رواه مسلم. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم شاتين تنتطحان، فقال يا أبا ذر هل تدري فيما تنتطحان؟ قال لا. قال لكن الله يدري وسيقضي بينهما. حديث صحيح رواه أحمد. فمن لم يتحلل من أخيه اليوم اقتص منه يوم القيامة. وهذه دعوة يا إخواني ويا أخواتي أصلا إلى أن لا نعتدي. يعني لماذا نعرض أنفسنا للخطر؟ ليش نغتاب غيرنا؟ وليش نأخذ أموال غيرنا؟ ولماذا نشتم ونسب غيرنا؟ ولماذا نعتدي على غيرنا؟ حتى لو قعدت في بيته آذيته ببقائك عنده، هذه مظلمة. إذا أخذت الدور تبعه، إذا أخذت دوره وهو ينتظر، اعتديت على الدور تبعه، هذه مظلمة. إذا بخست حقه في بيع أو شراء أو شراكة، هذه مظلمة. لو هو خطب من ناس ودخلت عليه
على خطبتي أنت دخلت بالعرض وأنت تعلم لو خربت عليه صفقة أو خربت عليه خطبة أفسدت عليه عقدا. بعض الناس عنده تفنن في الأذى، هذه مظلمة. لو اتهمته اتهاما باطلا قلت يا حرامي يا نصاب وهو ما هو حرامي ولا نصاب، هذه مظلمة. القذف هذا، القذف فيقول ابن الحرام ونحو ذلك من الكلمات مظلمة. إذن قبل ما نظلم نفكر في الآخرة وما ونتلافى الظلم، لأن الظلم ظلمات. والقصاص يمكن ما عندنا ما نعطيه. قال عليه الصلاة والسلام أتدرون ما المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة. شوف الصيام هذا يأتي به يوم القيامة، الصيام، ويأتي وقد شتم هذا، ويأتي قد شتم هذا، وقذف هذا، وأكل مال هذا، وسفك دم هذا، وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته. أنت في الطريق تسوق فأملت على خط الذي بجانبك وضايقته في الطريق وآذيته بسيارتك، آذيته، هذه مظلمة. قال فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار، رواه مسلم. فالمظالم في هذا اليوم عظيم أمرها، شديد شأنها. ظلم العباد شر مكتسب، لأن الحق فيه لآدم، والنفوس مطبوعة على الشح، كل واحد يبغى حقه، كل يريد حقه. ويوم القيامة مع الحاجة للحسنات ما يمكن يتنازل إلا أن يشاء الله، يعني إذا واحد تاب في الدنيا توبة عظيمة يمكن الله يعوض المعتدى عليه من عنده يوم القيامة. لو واحد الآن يعني ظلم شخصا ومات المظلوم مات، يعني راحت فرصة التحلل، اللهم إلا إن كان مال يعطي لي ورثته، لكن ضرب شخصا ومات المظلوم مات، إيش الحل؟ خلاص. هنا يعني لعل الظالم إذا تاب إلى الله توبة عظيمة أن الله يعوض المظلوم من عنده يوم القيامة إذا حسنت توبة هذا الإنسان. وهذه تحتاج التوبة إلى أشياء وأشياء، يعني حتى الواحد يصل إلى هذه الدرجة. يعني لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم مرتعه يفضي إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنمي. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله أن يتجاوز عن تقصيرنا في حقه ويتحمل تقصيرنا في حقوق عباده، نسأله أن يتحمل عنا تقصيرنا في حقوق عباده. أيها الإخوة والأخوات، إلى مادتنا التالية، الأسوة الحسنة. كما عودناكم تطبيق هدى وبينات يتابع معكم هذا العام. حمل التطبيق مجانا لتحظى بفوائده الدعوية والإيمانية. أرسل أسئلتك الشرعية ليجيب عنها الشيخ محمد صالح المنجد في حلقات برنامج هدى وبينات. تابع حلقات البرنامج من خلال البث المباشر، شاهد الحلقات الفائتة وحلقات المواسم السابقة، شارك في المسابقة القرآنية اليومية لتكون واحدا من الفائزين، وتعرف على الفائز والإجابة الصحيحة. وجديدنا هذا العام البث المباشر لقناة زاد العلمية. تطبيق هدى وبينات متاح مجانا على نظامي أبل وأندرويد من خلال الباركود
الذي يظهر أسفل الشاشة. الحمد لله، حياكم الله، عشنا وإياكم مع فرحه صلى الله عليه وسلم وحزني صلى الله عليه وسلم وضحكي صلى الله عليه وسلم، فلنتكلم عن شيء، فلنتكلم عن بكائه صلى الله عليه وسلم. شيء من بكائه عليه الصلاة والسلام. البكاء نعمة من الله، وأنه هو أضحك وأبكى، به تحصل مواساة للمحزون والتسلية للمصاب. أحيانا البكاء يصير تنفيس، يكون تنفيسا، يمكن لو واحد ما بكى ينفجر. بكاؤه عليه الصلاة والسلام كما يقول القيم رحمه الله من جنس ضحكه، لم يكن بشهيق ورفع صوت، يعني كما أن الضحك ما كان قهقها بصوت مدوي، كذلك البكاء ما كان شهيق وصراخ، لم يكن كذلك أبدا، كانت تدمع عيناه عليه الصلاة والسلام ويسمع لصدره أزيز. كان بكاؤه تارة رحمة للميت، وتارة خوفا على أمته وشفقة عليها، وتارة بكاء من خشية الله، وتارة لتأثره من سماع آيات من القرآن. كان عليه الصلاة والسلام له بكاء اشتياق، وبكاء محبة، وبكاء إجلال، وبكاء خوف وخشية من الله. بكاؤه دليل على كمال بشريته، قل إنما أنا بشر مثلكم، لكن الفرق يوحى إلي. قال الله قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. والنبي عليه الصلاة والسلام بكى لما مات ابن إبراهيم، لما مات ابن إبراهيم دمعت عيناه، قالوا يا رسول الله تبكي وأنت رسول الله؟ قال إنما أنا بشر، تدمع العين ويخشع القلب ولا نقول ما يسخط الرب، والله يا إبراهيم إن بك لمحزونون. حديث صحيح. اجتمعت البشرية والرسالة في النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فهو قدوة عظيمة، أعظم قدوة لنا. حقيقة كان خلقه القرآن، ونحن نتوسم معالم الهدى في أفعاله عليه الصلاة والسلام، في سيرته، في تصرفاته، في أحواله، نحاول الاقتداء به. لم يكن بكاء النبي صلى الله عليه وسلم لمجرد الحزن والألم فقط، كان هناك دوافع أخرى من خوف وخشية ورحمة وشفقة. كان إذا بكى سمع لصدره صوت كصوت غليان الماء من خشية الله. قال مطرف عن أبيه أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل، يعني يبكي، لكن هذا البكاء المكتوم مثل صوت القدر، صوت القدر الذي يغلي. والحديث في سنن النسائي حديث صحيح. وقالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت فيناديه بلال بالأذان فيقوم فيغتسل، فإني لأرى الماء ينحدر على جلده وشعره، ثم يخرج فيصلي فأسمع بكاءه. حديث صحيح. يبكي من خشية الله، وممكن يبكي حتى يبل حجره، ويبكي حتى يبل لحيته، ويبكي حتى بل الأرض. مرة حصل هذا، وجاءه بلال وقال لما تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم وما تأخر؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا؟ لقد نزلت علي الليلة آية ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. ما هي؟ ويل، آية آية، ويل لمن قرأ ولم يتفكر فيها. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ك
كان عليه الصلاة والسلام يبكي إذا سمع القرآن. قال يوما لابن مسعود اقرأ علي. قال يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال نعم. فقرأت سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال حسبك الآن. فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. بكى لأنه تفكر في مقام الشهادة التي سيشهد فيها على الأمة. بكى لما تضمنته الآية من هول المطلع وشدة الأمر يوم القيامة، وبكى ربما فرحا لقبول شهادة أمته يوم القيامة، يوم يشهدون للأنبياء على أممهم. مرة ذهب إلى دفن واحد من أصحابه وجلس على شفير القبر وبكى حتى بل الثرى، كما قال البراء بن عازب. وبعدها قال عليه الصلاة والسلام: يا إخواني لمثل هذا فأعدوا، لمثل هذا الموضع، لمثل هذا المنزل القبر، أعدوا لهذا البرزخ. والحديث رواه ابن ماجه حسن. فكر في يوم نزولك في قبرك واتخذ الزاد في بيت الظلم، لبيت الظلم والوحشة، حتى ينوره الله ويجعله بيت أنس لك، ويأتي عملك الصالح رفيقا لك في قبرك. بعض الناس في الجنائز والقبور يضحكون. النبي عليه الصلاة والسلام بكى رحمة بأمته، فتلا مرة قول الله: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني. هذه عن إبراهيم عليه السلام. وتلا قول عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فرفع يديه وقال: اللهم أمتي أمتي، وبكى. فقال الله عز وجل: يا جبريل اذهب إلى محمد صلى الله عليه وسلم وربك أعلم، فسأله ما يبكيك. فأتاه جبريل عليه السلام فسأل، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم. فقال الله: يا جبريل اذهب إلى محمد فقل إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. رواه مسلم. ما يستحق منا المحبة يا إخواني؟ من بكى لأجلنا ودعا لأجلنا وسيشفع لأجلنا. بكى عليه الصلاة والسلام شفقة على أمتي من العذاب، لما انكسفت الشمس وقام يصلي ركع فلم يكد يرفع رأسه، ثم رفع فلم يكد أن يسجد، ثم سجد فلم يكد أن يرفع رأسه، ثم رفع رأسه. قال في الحديث وهو ينفخ ويبكي: ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم، ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وهم يستغفرون ونحن نستغفرك. حديث رواه أبو داود. بالمؤمنين رؤوف الرحيم عليه الصلاة والسلام، بكى يوم بدر حتى أصبح يستغيث الله حتى أنزل الله نصره. بكى عليه الصلاة والسلام لما ماتت بنت أم كلثوم، جلس على القبر عند القبر. قال الراوي: فرأيت عينيه تدمعان، فقال: هل منكم رجل لم يقارف الليلة؟ يعني لم يأتي أهله. قال أبو طلحة: أنا. قال: فانزل. فنزل في قبرها بكى لما رأى ابن بنته زينب يحتضر حفيدة، رأى حفيدة يحتضر نفس الصبي، تقعقع تضطرب كأن في شن قربة قديمة، يعني من الحشرجة لخروج الروح، ففاضت عيناه. قال له سعد: ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذه رحمة جعل الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء.
اللهم صل وسلم على محمد بن عبد الله، وإلى مادتنا التالية. من أجلنا جميعا، من أجل إدخالنا إلى الجنة إن شاء الله. خشية الله سبب بكاء على أمته، على أساس يعني ما يبغى لهم التعذيب وهذا الشيء. خشية على عباده، والله مرت عليه لكن لا أعلم يعني. فزعل فيطلب المغفرة من الله لعباده. خطأ، فبذلك يعني البكاء من أجلنا وصح موقفي عليه الصلاة والسلام. السبب أنه خشية الله، والسبب أنه السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظله إلا ظله، عين بكت وخشية. مو خطأ يعني أنه صحيح أنه ما يحب البكاء الرسول. الجواب لا خطأ، لا يبكي كان، نعم كان يبكي في بعض المواقف الذي فيها ذكر الجنة والنار، يتأثر النبي صلى الله عليه وسلم وكان يبكي. خطأ خطأ، مستوصل كان يبكي ويتأثر يعني بأي مواقف زي كذا، كان يتأثر ويبكي، بكى في على قبر أبناء بكى. لك يا رسول الله أنفسنا فدا، من رحمة تبكي وفرط حناني. صلى النبي لصدره لخشوعه، وبكائه صوت كما الغليان. وبكى لذكر الموت بل بل الثرى، فله أعد الزاد يا إخواني. وبكى لرحمة أمة مرحومة، ترجو عطايا ربها الرحمن. ولموت إبراهيم تدمع عينه، والقلب يحزن دون سخط لساني. حزن الفؤاد ودمع عين سائل، في ساعة الأحزان مقبولان. وبكى لقصة والد يحكي له، عن وأد طفلته فبئس الجاني. ما ذنبها إذ في التراب يدسها، خوفا من الإملاق والحرمان. من أحكام رمضان صوم أهل الأعذار. من تيسير الله أنه لم يفرض الصيام إلا على من يطيقه، وأباح الفطر لمن لا يطيق. وما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. من هم المعذورون الذين يرخص لهم في الفطر؟ المريض، كل مرض خرج بالإنسان عن حد الصحة يجوز أن يفطر به، لأن الله قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. لو كان الصوم يسبب له المرض أو يزيد مرضه أو يؤخر برأه، قد يسبب الصيام أحيانا إغماء، كل ذلك يبيح الفطر. أما الشيء الخفيف كالسعال صداع لا يجوز الفطر بسببه. ومسألة أن الصيام يسبب له مرضا يعلمه الشخص من عادته وتجربته، غلبة ظنه، أو بإخبار الطبيب المسلم المأمون الحاذق بأن الصيام يضر فيفطر ويقضي الأيام التي أفطرها بعد شفائه، ولو استمر المرض سنين ما دام قال الأطباء يرجى زواله. أما إذا كان مزمنا مستمرا لا يرجى الشفاء منه في اعتقاد واجتهاد الأطباء وعلمهم وتجربتهم، فإنه يخرج الفدية، إطعام مسكين عن كل يوم أفطره المريض، نصف صاع عن كل يوم من قوت البلد، كيلو ونصف تقريبا، ويمكن أن يصنع الطعام ويدعو المساكين إليه. فإن أنس رضي الله عنه كان يفعل ذلك لما كبر، فقد ضعف عن الصوم عاما، فصنع جفنة ثريد ودعا 30 مسكينا فأشبعهم. ويمكن أن يوكل ثقة أو جهة خيرية موثوقة بشراء الطعام وتوزيع نيابة عنه، ولا يجوز الإعطاء نقودا للفقراء، بل طعام كما قال الله ففدية طعام مسكين. السفر عذر آخر،
ولا حرج من الإفطار في السفر، لأن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. من سافر مسافر قصر وكان سفرا مباحا، ما هو سفر معصية؟ مسافة القصر عند الجمهور تعادل 80 كيلومتر تقريبا، ومن سافر ليفطر يعني حيلة ففطره حرام. للمسافر أن يقصر ويفطر إذا كان سفره هذه المسافة ونزل بمكان لا يريد أن يقيم فيه أكثر من 4 أيام، ويجوز الفطر للمسافر باتفاق الأمة سواء شق عليه الصوم في السفر أو لا، حتى لو سافر في الظل وماء ومعه خدم، لأن الله أطلق الرخصة ما دام سفرا. لكن لا يفطر المسافر إلا بعد خروجه من بلده ومفارقة البنيان بالسيارة أو بالطائرة. والذين يعملون في أعمال فيها سفر يومي، سائقو الشاحنات، سيارات الأجرة، الطيارون، يجوز لهم الإفطار لكن عليهم القضاء. قد يقول قائل أنا أصوم أسهل لي من أني أقضي بعدين، ممكن لا مانع، إذا صام المسافر فلا مانع. سارة من تونس، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا الحمد لله أصلي وأصوم، بس عندي مشكلة أرهقتني. أنا شغلي الحجاب ممنوع فيه، وأنا عندي ديون ما أستطيع أترك شغلي، بس أسأل ما حكم الصيام المرأة وهي غير محجبة؟ يعني أنت لا تقولين أنك لا تستطيعين الحجاب؟ نعم. الله المستعان، الله المستعان. أم زكريا تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، من المعروف أن الله عز وجل يغفر جميع الذنوب إلا الشرك. من أفهم يا شيخ مسألة، كيف إذا يعني يجب إقامة الحد على بعض المعاصي كالزنا كالسرقة إذا كانت التوبة تكفي؟ هذا فقط يا شيخ، أريد الفهم، عندي يعني نوع من عدم. طيب تسمعين الجواب، هل في تعارض بين وجوب إقامة الحد وبين أن الله يغفر الذنوب؟ أبو صلاح من السودان. السلام عليكم فضيلة الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عزيزي علينا يا فضيلة الشيخ. تفضل يا أخي. السؤال الأول، الشخص يستخرج رخصة غيابة هو ما بيعرف يسوق بطريقة غير شرعية، يعني بطريقة غير شرعية، ودفع زي ما تقولوا مبلغ واستخرج الرخصة. السؤال هو يعني ندم على المسألة دي، وعندي عايز يعني يشتري عربية ويسوق، لكن ما أعرف هل طيب الرخصة اللي استخرجت تكون غير شرعية. طيب شوف يا أخي، أولا هذا يتوب إلى الله من دفع الرشوة، لأنه دفع الرشوة للحصول على رخصة قيادة وهو لا يعرف السياقة. ثانيا عليه أن يتمرن حتى يجيد السياقة، حتى تكون الرخصة هذه استعمالها صحيح. كيف يسوق في طرق المسلمين وهو لا يعرف السياقة؟ يعني معنى ذلك ممكن يصدم ويقتل ويجرح ويؤذي ويتلف، ما يجوز له يسوق حتى يعرف السياقة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا ضرر ولا ضرار، وإيذاء المسلمين حرام. واحد يسوق وهو لا يعرف السواقة حرام، حتى لو طلع رخصة برشوة ولا بمعرفة ولا بأي طريقة، أو خدعهم، ما يجوز له أن يسوق. ما حكم سياقة السيارة لمن لا يعرف السواقة؟ حرام، لأن هذا يعرض النفوس إلى الإتلاف والإهلاك، ويقتل، يجرح، يتلف، يرعب. يعني أنت يكفي أنك ترى أمامك واحد في الطريق يسوق بطريقة يفزع أصحاب السيارات الأخرى،
أو يفزع المارة. إرعاب المسلمين حرام. أم خليل من الجزائر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا في رمضان اللي فات نسمع سب على ربي، نعود نقرأ ولا نقول بسم الله ولا نسمع سب على ربي. في رمضان نصل 23 في الوتر شفت هكا ضوء شعل، كي خبرت شفته كل ما حد يدري في الأرض. لا أم خليل. أنت نعم. أنت بتصلي التراويح 23 ركعة. بتصلي نعم. بتصلي التراويح 23 ركعة. إيه. وبعدين؟ نصلي لا أنا قلت لك كنت صايمة 23 يوم. ها صليت تقولي صمتي من رمضان 23 يوما. إيه في الوتر. في الوتر قلت لك شفت ضوء هكا شعل. لحظة. شفته كل ما يجري في الأرض. لا معلش. أم خليل أرسلي سؤالك على رقم رقم البرنامج الآن سيخرج لك رقم البرنامج، أرسلي سؤالك عليه حتى نفهمه، والمعذرة منك لأنني لم أفهم كلامك. فرحات نعم. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ عندي الوالدة ليس لها عقل، هل نطعم عليها كل يوم مسكين؟ ونسألك على صلاة الجمعة، لماذا تصلى جهرا؟ لماذا تصلى صلاة الجمعة جهرا؟ نعم. طيب في سؤال آخر؟ إيش السؤال؟ في سؤال قبله؟ لا لا ليس. طيب تسمع الجواب إن شاء الله. أم عبد الرحمن من الجزائر. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ حبيت نسقتك على عندي زوجي يعمل في فندق. أيوة. والفندق الذي فيه فيه حانة، وهذا الفندق هو ليس زوجي يعمل حارس في هذا الفندق. أيوة. وليس له علاقة بهذه الحانة، هو حارس فقط. يعني هو حارس على المدخل الخارجي للفندق، على المدخل الخارجي. وأنا أريد أن أسأل هل هو عمله حلال أم حرام؟ طيب. إذن هذا يحرس، السؤال يحرس الفندق والحانة ولا يحرس الفندق بدون الحانة؟ منشآت الفندق. إذن حانة الخمر من منشآت الفندق وهو يحرس الجميع، يعني وهو يحرس الجميع، يحرس الفندق والحانة. نعم. أيوة نعم. إذن هو يحرس الفندق والحانة. أيوة. تسمعين الجواب إن شاء الله. إبراهيم من المغرب. حياك الله يا سيد. الله يحييك يا أخي. أنا مريض بمرض التهاب القدم والمعدة، هل لدي منحق الشرعي على علي القضاء والكفارة؟ لحظة إبراهيم الصوت غير واضح. أنت تقول إنه عندك مرض مزمن. نعم أيوه. وهذا المرض المزمن يقول الأطباء إنه لا يرجى برؤه، يعني لا يرجى برؤه في تقديرهم. لا بس أنا أخذ بعض المسكنات، بعض الأدوية والمسكنات، أحس أنني كمان أستطيع بعض المرات أن أصوم. أيوة. يعني هذا المرض يرجى الشفاء منه ولا لا مستعصي ومزمن؟ نعم يرجى الشفاء منه إن شاء الله. طيب ما دام يرجى الشفاء منه تنتظر حتى يشفيك الله ثم تقضي، وليس عليك غير هذا. إذا ما تستطيع تصوم الآن بسبب المرض هذا تفطر وتقضي لما يشفيك الله ولو بعد سنوات. أم هاجر من الجزائر. السلام عليكم ورحمة الله يا شيخ. وعليكم السلام طيب وبركاته. يا شيخ أنا أرملة وتجمع لدي مال من صدقات الناس، هل تجب فيه الزكاة؟ نعم. هل في هذا المال يعتبر حق لليتامى؟ لا. هل أستطيع أن تصدق منه أم هو حق لليتامى أصرف عليهم فقط؟ أيوة أقول لك إذا كان أن هذا المال إذا بلغ نصابا فتجب فيه الزكاة، إذا بلغ نصابا فتجب فيه الزكاة، و
المال هذا إذا أعطيتيه للأيتام اللي أعطوك إياه، قالوا هذا لليتامى اللي عندك، فلا تتصدقي منه وإنما تخرجين زكاته فقط، لأن أموال الأيتام لا يخرج منها إلا الواجب، وأما المستحب لا يخرج منها، إذا كبروا هم يتصدقون. وأما إذا أعطيت المال لك أنت شخصياً وليس للأيتام فلك أن تتصدقي، طبعاً الزكاة تخرجيها والصدقة لك أن تتصدقي، وأما إذا أعطيتيها للأيتام فلا تخرجي إلا الزكاة الواجبة. أبو سيف من العراق. توفى والدي. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. توفى والدي وترك مبلغ يسير من المال عندي، فعندي ايتام، عندي ولد اخي ايتام متوفي، فكيف اتصرف بهذا المبلغ علما اننا اربع واخت، اربع اخوان واخت واحدة، هل انفقه كله على الايتام ام اقسمه لقسمة الميراث؟ إذا كان هذا المال لوالدكم الذي مات فإنك تقسم المال على ورثة الوالد، فإذا قلت إنه عندي إنه الوالد توفي وله أربعة أبناء وبنت واحدة وليس هناك ورثة آخرون، يعني ماله زوجة، فإنك تقسم التركة على تقسم التركة إلى تسعة أسهم، تعطي أختك سهماً واحداً، واحد على تسعة من المبلغ، وتعطي كل واحد من الأولاد إخوانك الذكور اثنين على تسعة، ما دمتم أربعة ذكور وأنثى واحدة. نادية من الجزائر. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أنا عندي سؤال. نعم. جدتي تبلغ من العمر 84 سنة. نعم. والطبيب قال لها لا تصومي رمضان لأنها مريضة من المعدة. نعم. فماذا تفعل؟ ماذا تفعل إذا كان المرض هذا لا يرجى علاج، لا يرجى برء الشفاء منه، يعني مزمن ومع كبر سنها؟ فإنها تطعم مسكيناً عن كل يوم، وجبة عشاء عن كل يوم، وجبة ممكن عشاء كاملة. أي وجبة عشاء تشبع، تشبع وجبة مطبوخة، وجبة عشاء تشبع اليتيم، وجبة عشاء تشبع المسكين، تعطيها عن كل يوم رز ولحم. نعم. رز ودجاج، اللي هو أي شيء أنتم تستعمل عندكم، يمكن مأكولات في بلاد المغرب يعتادها الناس فتطعمون منها، وجبة عشاء للمسكين الواحد عن كل يوم، وإذا ما كان مطبوخ كيلو ونص، كيلو ونص من قمح، من بر، من رز مثلا. الـ 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 الأخت منار من الأردن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لدي ثلاثة أسئلة. نعم. السؤال الأول، لعقت بقايا الطعام التي كانت على فمي بعد الأذان الفجر الثاني. نعم، أعيد السؤال مرة ثانية، أعيد السؤال. لعقت. أيوة. بقايا الطعام التي على فمي بعد الأذان الثاني. عمدا يعني. كيف؟ عمدا، عمدا. نعم. طيب السؤال الثاني. ما يشك بطهارته او نجاسته؟ ايش السؤال؟ السؤال الثاني، ما يشك بطهارته او نجاسته؟ ايوه، ماله ما حكمه، يعني هل اخذ على انه طاهر ام نجس ام نجس؟ ها طيب، الاصل في الاشياء الطهاره. السؤال يعني الاصل في الاشياء الطهاره، فإذا شكيتي هل هذا الشرشف، هل هذه السجادة، هل هذا الثوب صار نجساً، وقعت عليه نجاسة وما عندك يقين
يعني ما في لون نجاسة، ما في رائحة نجاسة، ما في نجاسة يقينية، مجرد شك هل تنجس ولا ما تنجس. الأصل في الأشياء الطهارة فنحكم بطهارته. السؤال الأخير، السؤال الثالث، ما هي يعني كيفية صلاة الاعتكاف بعد صلاة الفجر؟ ما هي كيفية ما هي كيفية ايش؟ صلاة بعد الفجر، يعني لما يجلس واحد يذكر الله إلى أن تطلع الشمس، نعم، ثم يصلي ركعتين بعد ارتفاع الشمس، نعم، يصلي ركعتين، نعم، يصلي ركعتين أو أربع إلى 12 ركعة لا مانع، يصلي ركعتين مثنى مثنى، صلاة ركعتين بعد ارتفاع الشمس يعني بعد الإشراق، بعد بداية الإشراق بربع ساعة. أمة الله من مصر تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ أنا عايز أستفسر عن حاجة. نعم. أستفسر سؤال. نعم. أنا من 3 أشهر يا شيخ، من 3 شهور جاني الحيض أحطه، وكانت أخذت فترة الحيض عندي من شهر لشهر ونص متواصل ما فصلش، يعني كان بقيت مدة استحاضة، والشهر اللي وراء برضه نفس النظام، فاستفتوا لي أدوني فتوى إن مدة الاستحاضة 15 يوم. معاي شيخ؟ أكبر مدة قالوا لي إن مدة الاستحاضة 15 يوم، أكثر... ما علمتش إن مدة الاستحاضة ما تزيد عن العادة إلا أول امبارح، فأنا أعمل إيه في الأيام اللي هي بقى من عادتي مثلا 7 أيام لحد 15 يوم، أعمل إيه فيها دي في الصلوات؟ لأني أنا كنت بصح، يعني كان قالوا لي استحاضة لحد 15 يوم، فما كنتش بصلي لمدة 15 يوم. طيب 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 طيب. سعيدة من الجزائر. أحمد من قطر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الله يحييك. أنا أحبك في الله يا شيخ. حبك الله يا أخي. في عندي موضوع مشان شخص مشتري منه جزية. نعم؟ شخص مشتري منه جزية أغراض يعني. أيوة. فالشخص تبين لي أنه سارقهم. كيف؟ نشتري من شخص أنا أغراض يعني جزية. اشتريت من شخص أغراض وبعدين؟ وبعد ما اشتريت منه الأغراض تبين لي أنه هو سارقهم يعني. بعدين إيش؟ تبين لي أنه هو سارقهم. تبين أنه سارق. طيب. نعم. وعرفت اللي سرق منهم؟ عرفت اللي سرق منهم؟ والله ما عرفت اللي سارق منهم، بس إنه هو تبين اللي سارقهم، وتبين إنه ممسوك إنه سارق الأغراض ذولا. طيب. فالفلوس هو له فلوس عندي أنا. طيب لحظة. الفلوس هذه شو فيها؟ لحظة شوي لحظة. أنت الآن أخذت الأغراض من أخذت منه الأغراض وما دفعت الفلوس؟ لا ما دفعت الفلوس لسه. طيب تعرف اللي هو سرق منهم؟ والله ما أعرف اللي سرق منهم. طيب إذا رجعت له أغراضه وقلت اتقي الله ما يجوز تبيع المسروقات، ما 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 بيني وبينك عقد، هذا عقد باطل، لا يصح العقد على مسروقات، رح رجعها للي أنت سرقتها منهم، يعني أعدت إليه الأغراض ووعظته، ولا عقد بينك وبينه، ما يصح العقد عن مسروقات، لا يجوز أنت تأخذ السلعة ولا يجوز تعطيه الثمن، خلاص هذا العقد باطل ما دام تبين المسروقات، تذهب إليه تقول رجعها لأصحابها واتق الله، ولا يجوز لك أن تبيعها، وإذا كان ما يزدجر بلغ عنه. محمد من السودان. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا عندي والدتي يعني مطلوبة لي رمضان، ما صامته. ما صامت رمضان لماذا؟ اثنين يعني كان حامل ومرة مرضع وكذا. طيب وبعدين؟ ويعني حسي جاها سكري وما قد تصوم. جالها ايش؟ سكري، حاليا سكري. ايوه سكري. يعني هذا السكري مزمن، يعني ما تستطيع تصوم لا الان ولا تصوم. مطلوبة اثنين رمضان. ايه يعني ما تصوم لا الان ولا مستقبلا؟ والله عسى. ايوه حاليا لدي 2 سنة ما قد تصوم. الدكتور عليه منع من الصوم. الدكتور منعها من كم سنة؟
من كم سنة منع؟ من كم سنة؟ من 20 سنة. يعني هذا مزمن، يعني هذا مرض مزمن. أيوة مزمن هسه. خلاص خلاص، إذن عليها التوبة إلى الله لأنها ما قضت من أول وأخرت، وتقضي تطعم مسكين عن كل يوم، تطعم مسكينا عن كل يوم. أبو عبد الله من الجزائر تفضل. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام يا شيخ. فيها شخص مثلا مصاب بداء السكري ويتناول العسل، يقول لك أنا لقد قال الله جل وعلا فيه شفاء للناس، فأشرب العسل، ربما يقول يأتيني الله بشفاء، هل هذا جائز أم لا؟ إيه والله يا أخي جائز هذا، يعني إذا عنده يقين. طيب عنده يقين بالله لعل الله سبحانه وتعالى أن يشفيه. لكن الآن هذا، هل قال له أحد من الأطباء أن العسل يضره؟ هو شيخ يطلع له شوية السكر، يطلع له السكر، يطلع له. لا معلش، هل قال العسل يطلع له شوية السكر؟ أيوة. هل قال له أحد من الأطباء إنك يا مريض السكر يضرك العسل؟ لا لم يذهب إلى لم يستشير الطبيب في هذا الباب. أيوة. طيب خليه يستشير الطبيب، خليه يستشير الطبيب، ويقين الإنسان، يقين الإنسان ينفعه في العلاج نفعا عظيما اليقين. أحمد من الجزائر تفضل. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي مجموعة من الأسئلة بارك الله فيك. تفضل يا أخي. أحد النساء كان لها زوجها لا يعمل، فنصحتها أحد العجائز باستعمال نبتة الزعزع، اسمها هكذا نبتة الزعزع. لحظة عندما استعملت، نصحتها إحدى العجائز باستعمال إيش؟ نبتة الزعزع. نبتة الزعزع؟ نبتة الزعزع نعم. يعني زوجها ما يعمل، زوجها لا يجد عملا، عاطل عن العمل. عاطل عن العمل. إيش علاقة النباتات بواحد عاطل عن العمل؟ والله هكذا هي المسألة. لا يا أخي ما له علاقة. لم يجعل الله النباتات، نبات الزعزاع، علاجا للبطالة. البطالة علاجها أن يبحث ويسعى ويضرب في الأرض ويسافر ويبيع ويشتري ويقترض ويتاجر في الطرق الكثيرة. أما النباتات إيش حتسوي له؟ نبات الزعزاع ماذا سيفعل لواحد عاطل عن العمل؟ ولذلك هذا الكلام ما له أصل. لو قالت لها عليك بالدعاء له بالرزق، أن يرزقها الله، أن يرزقها الله، ادعي لزوجك، ادعي لزوجك الله يرزقه، كان فهمنا هذا، وهذا شيء طيب، وهذا سبب شرعي. الدعاء سبب عظيم، الدعاء من أسباب حل البطالة، علاج البطالة مع اتخاذ الأسباب. أما الزعزاع، نبات الزعزاع ما له علاقة بعلاج البطالة أبدا، اللهم إلا أن يروح يتاجر في نبات الزعزاع، يروح يتاجر فيه يبيع، إذا كان هذا النبات ينفع الناس وله مثلا نفع في يعني أمراض أو أشياء يداوي، يعني هذا دواء يروح يتاجر فيه ممكن. بس إنما إنه هذه وصفة الزعزاع للبطالة ما له علاقة، ولا يجوز الاعتقاد بالخرافات هذه أبدا. أبو القاسم من الجزائر. ألو. تفضل يا أخي. ألو. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضلك، عندي خالي ويبلغ من السن 75 سنة، ومنذ حوالي 40 سنة وهو يسوق سيارته، وقع له حادث مرور فصدم شخصا فقتله عن طريق الخطأ، ولم يدفع الدية آنذاك ظنا منه أن شركة التأمين تتكفل بذلك، ولم يصم حتى شهرين متتابعين. ثم تبين له بعد ذلك أن شركة التأمين لا تدفع الدية، وهو الآن يعني أراد أن يبحث عن أهل الضحية فلم يجده، لأن لطول المدة 40 سنة
بحث في 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 في, في المسجلات المستشفيات والى غير ذلك. الان استحال ان يعرف اهل الشخص هذا كي يدفع الدية له، ولم يصم شهرين متتابعين حتى الان، والان هو يبلغ من العمر 75 سنه ولكنه يصوم رمضان، فما حكمه يا شيخ؟ يعني يستطيع بعد رمضان يستطيع ان يصوم شهرين متتابعين؟ نعم اظن له القدره على ذلك. يعني لو قلنا له في الشتاء، في فصل الشتاء لما يصير الجو بارد، عندما يصبح الجو باردا والنهار قصيرا، صوم شهرين متتابعين كفارة قتل الخطأ، يستطيع؟ يستطيع نعم. خلاص مره بذلك. بقينا الآن في حق في حق إيش؟ بقينا في حق الورثة. ولمن يدفعها؟ أيوة للورثة، ورثة القتيل. لا يعرف القتيل، يستحيل عليه معرفة القتيل. على أي حال؟ لأن القضية إذا ثبت حق مالي لشخص ولم يستطع العثور عليه والوصول إليه، الآن هذا الحق للورثة فيتصدق به نيابة عنهم، يعني ما يروح الحق هذا يتبخر، لا، إذا ما وجد الورثة يتصدق به نيابة عنهم. أيضا أم يوسف من العراق. أم يوسف السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أنا أصلي الظهر والعصر أحيانا بعد أن يقام الأذان بساعة، فهل يكون هذا الشيء من باب التأخير؟ لا، صلاة الظهر وقتها يمتد أكثر من ساعة، وكذلك العصر يمتد أكثر من ساعة بدون إصفرار الشمس قبل الإصفرار. أما إذا ضاق يعني أحيانا يصير النهار قصيرا فلا بد واحد ينتبه. الآن مع طول النهار بعد ساعة من الظهر ما يكون خرج الوقت في البلدان، في بلداننا نحن الآن يعني مثلا البلاد العربية، بعد ساعة من أذان الظهر ما يكون دخل العصر، وبعد ساعة من العصر ما يكون اصفرت الشمس، فلا بأس. ولكن أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها. إيمان من العراق أيضا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ عندي سؤال، يعني السؤال الأول خروج دم من أسناني أثناء النوم يعني كل يوم. يا إيش السؤال الأول ما هو؟ خروج دم من أسناني. خروج الدم من الأسنان أثناء النوم لا يبطل الصيام، لكن إذا قام الإنسان من النوم غسل فمه من الدم فلا يتعمد البلع، وأما ما يذهب أثناء النوم إلى الجوف بدون قصد فإن القلم مرفوع عن النائم ولا حرج عليه وصيامه صحيح. السؤال الثاني. السؤال الثاني شيخ أريد أعرف هل أنا مسحورة؟ نعم؟ شيخ أريد أعرف هل أنا مسحورة؟ أعطتني مرأة حجاب قبل كم سنة وقالت لا تستحين، وعندما فتحته وجدت فيه شخابيط وآيات قرآنية والحاجة هل عندي وسواس قهري؟ يعني وجدت تعويذة فيها آيات وفيها شخابيط وفيها أشياء غامضة وكتابات غامضة، هذه من الشعوذة، فعليك بإحراقها ونصيحة من تعلقها أو تستعملها بالتوبة إلى الله وعدم استعمال هذه الشعوذات. ومن تعلق شيئا وكل إليه فلا يجوز تعليق هذه التمائم، ولا الاعتقاد أنها تحفظ أو تدفع العين أو تحمي الإنسان، لا يجوز، وإنما يحمي الإنسان ويحفظ الله عز وجل، فيسأل ربه الحفظ ويقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، وقبل أقول أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. أم زكريا من الجزائر تفضلي. السلام عليكم. يا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ لي سؤالين إذا كان ممكن. أيوة. السؤال الأول يا شيخ، لابني معاق نوع ما ذهني من في عمره 15 سنة، فصيلة الإعاقة تاعو تدعى بتريزوميا 21، يعني هو يدرك نوعا ما، يعني علمته الطرهارة وحده وكل شيء، يعني انتبهت أنه ينتقد بعد من بعض شباب الحي بعض الأهالي،
يعني هذا يعني أثر في أن أعلمه الصلاة، فهل علي شيء لم أعلمه؟ يعني إذا كان يعقل معنى الصلاة إذا أصبح بالتعليم، هو الآن خلينا نقول يعني أن بعض الناس يكون عندهم إعاقات عقلية، مثلا يكون عمره 15 لكن في عمر 7، ممكن يصير عمره 21 ويصير بعمر 10، لكن المهم إذا صار بالتعليم والتفهيم يعقل معنى الصلاة يلزمه الصلاة، يعقل الصيام يلزمه الصيام، فإذا على حسب الحالة. ترى الوقت ضاق علينا، معلش نعتذر منك. أبو بشار معنا؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. نختم بسؤالك أبو بشار، تفضل يا أخي. سمحت، سؤال كفارة الصائم المريض الذي لا يجاب له، هل يدفع كمان زكاة الفطر؟ نعم. السؤال الأول. نعم يدفع، حتى لو كان عاجزا عن الصيام فإنه لا تسقط عنه زكاة الفطر. ألا ترى أن زكاة الفطر تجب على المولود حديثا، تجب على الطفل الصغير وهو غير مكلف؟ نعم. السؤال الثاني، أفضل الأعمال تعتبر كصدقة جارية. الصدقة الجارية يعني مثلا منها ما يكون لها يعني تحتاج إلى مال وفير كبناء المساجد والأوقاف، ومنه ما يكون من جنس مثلا حفر البئر وبرادة ماء، مثلا منه ما يكون وضع المصاحف في المساجد ووقف كتب العلم على طلبة العلم، مثلا جعلها مراجع موقوفة الكتب مثلا. فإذا كل شيء له طبيعة الاستمرار والانتفاع المستمر به، كمن جعل شقة يسكنها الفقراء وإذا انتهت الحاجة جاء فقراء غيرهم جعل هذه الشقة وقفا عليهم. فإذا منه ما يحتاج إلى مال كثير ومنه ما يكون بمال قليل يعني أقل من ذلك، المهم الوقف حبس أصل، يعني شيء أصل يحبس وتكون المنفعة صدقة. طيب أيها الإخوة والأخوات، سنأتي الآن إجابة عن أسئلة تطبيق البرنامج. هل يجوز دفع صدقة المال لسداد دين عن الوالد أو تدريس إخوة؟ نعم، باب الصدقة واسع والحمد لله. أنت تسأل عن الصدقة وليس عن الزكاة، الزكاة لها مصارف أخرى، الزكاة لا تجوز للأصول والفروع. نحن الآن نتكلم عن سؤالك، دفع الصدقة لسداد دين عن الوالد أو تدريس إخوة في الجامعات، فالصدقة بابها واسع الحمد لله. أما الزكاة فإنه لا يجوز إعطاء الوالد نفقة، لكن يجوز أن يسدد بها عنه دين سببه مباح. وكذلك الإخوة إذا احتاجوا لا يمكن أن يعيش بغير دراسة. في أحد الأيام كنت أعاني من وجع شديد في الضرس، ما تحملت، أخذت مسكن عبارة عن دواء مع كوب ماء وأتمم صيامي، ماذا يقول الشرع؟ عليك أن تقضي، لأن ابتلاع الدواء مع كوب الماء مفطر، فلم يصح صوم ذلك اليوم، وأنت معذور إذا اشتد عليك الحال ولم تستطع إلا بأخذ المسكن، لكن عليك القضاء. وإذا كان شيء من سنوات ماضية طعم مسكين مع القضاء، لأنك ما سألت وبادرت إلى القضاء. تقديم السحور قبل الفجر بساعتين بحكم وجود عمل؟ لا مانع الحمد لله، أمر واسع. قال بعض أهل العلم كل طعام يؤكل في النصف الثاني من الليل يعتبر سحورا. القنوات التي تلهي الناس عن رمضان وتدعي أنها تروح عنهم، هذه تروح دينهم في كثير من الأحيان، نجد أنها تروح دينهم مو تروح عنهم، فتلقي شبهات وتطعن في الدين، ومسلسلات تغري بالفاحشة، تعرض العلاقات المحرمة فيها من الملاهي المحرمة التي تصد عن ذكر الله. لكن لو فرضنا أنه وجدت قنوات فيها ترويح مباح، مزاح مباح،
يعني لا يوجد لا نساء متبرجات ولا موسيقى ولا علاقات محرمة ولا طعن في الدين ولا استهزاء بالأحكام الشرعية ولا استهزاء بأهل الدين ولا ما في من هذا الكلام. عرضت شيئا ترفيهيا مزاح مباح، طيب لا ليس ذلك بحرام، ليس ذلك بحرام. لكن أوقات رمضان نفيسة يا إخواني، أوقات رمضان نفيسة، فما يضيعها الإنسان يعني مسلسلات طويلة أفلام طويلة. وبعدين ترى ليل رمضان أيضا فيه فضل، يعني بعض الناس يفكر الفضل بس في النهار، حتى ليالي رمضان ما فيها ليلة القدر خير من ألف شهر؟ ليالي رمضان ما هي فاضلة؟ أليس فيها فضل عظيم؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تقول أن ابنتها بلغت من عمر 10 سنين، ظهرت عليها علامات الأنوثة لكن ما حاضت. نقول إذا ما ظهرت عليها يعني علامات البلوغ الشرعية، من بعض علامات الأنوثة ممكن يفهم بعضهم مثلا انتفاخ في جهة الثديين ويفهم بعض، لا نحن نتكلم عن علامات البلوغ الشرعية. تمام 15 سنة طبعا هذا ما حصل، نزول الحيض طبعا هذا ما حصل، طيب نزول المني، طيب إذا ما كان حصل نبات شعر الخشن وليس الزغب الخفيف، الشعر الخشن في منطقة العانة حول القبل، هذه علامات البلوغ الأربعة للأنثى وثلاثة للذكر. فإذا ما حصل ولا واحد منها ما يجب، لكن أنت تأمريها من باب إيش؟ التعويد. يؤمر الصبي العاشر إذا بلغ العاشرة يؤمر بالصيام كما يلزم بالصلاة. المطلقة تتزوج من غير ولي؟ لا، النص عام لا نكاح إلا بولي. الغيبة في نهار رمضان تجرح الصيام، تنقصه، تخرقه. وبعدين فعل المعصية في الزمن الفاضل ممكن الإثم فيه يكبر يعظم. الزوج متساهل في الصلاة وشغلته في مطعم يقدم خنزيرا، والله يا أختي واظبي على نصحه، واظبي على تذكيره، واظبي على موعظته، لعل الله أن يهديه. أنت تقولين أنك تذكرينه بأن من ترك شيء لا عوضه الله خيرا منه، هذا جميل جيد، واظبي على ذلك. سؤال في الصلاة، ما حكم الدعاء جماعة بعد السلام؟ بدعة. الاجتماع على دعاء بعد السلام هذه حال ليس لها دليل من القرآن والسنة، وهذه عبادة، يعني ما هي أكلة من الأكلات، ما هو جهاز من أجهزة اخترع، لا، اجتماع على الدعاء بصوت جماعي بعد السلام، الإمام والمأمومين مع بعض بصوت واحد ويؤمن. هل فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه؟ لا. إذا ماذا كان يفعل؟ يستغفر بعد الصلاة ويسبح، معروف. إذن هذا الوضع، هذه الـ يعني الكيفية، هذه الكيفية مبتدعة. من سمع صوت أذان فأفطر ظنا أنه المغرب وبعدين اكتشف أنه هو أذان في إعلان تجاري، لا يا أخي، ينبغي أن يعني نصون صيامنا وينبغي أن نحرص عليه، مو يعني أي أذان اسمع يلا. طيب يقول الدين المؤجل سنتين أو ثلاثة كيف يزكى؟ إذا كان عند مقر به معترف باذل، لو الآن قلت أعطيني أعطاك عليك الزكاة، وأما إذا كان معسرا أو مماطلا ما في زكاة، ما في زكاة. طيب يقول ما هو العقل الباطن وإيش يعني الشرع، نظرة الشرع فيه؟ العقل الباطن يطلقونه على اللاشعور أو اللاوعي أو عناصر تتكون منها الشخصية الإنسانية، بعضهم يطلقوا على الوعي والإدراك، بعضهم يطلقوا على الشيء الخفي في الإنسان، على أي حال يعني التعريفات كثيرة، بعضهم على الذاكرة، بعضهم على الغرائز. لكن المشكلة أن بعضهم يقول أنك بالعقل الباطن تستطيع تخلق الأشياء من العدم، أن العقل الباطن كالمغناطيس يجذب لك الرزق والصحة والسعادة من أي مكان.
فكأنه صار العقل الباطن تعالى الله يعني يخلق يعني صار إلها. ولذلك لا يجوز الاعتقاد بهذه الفلسفات وما يأتي في بعض الدورات من تضخيم العقل الباطن لجعله يرزق ويخلق. هذا لا شك أن هذا الضلال المبين خطر عظيم في العقيدة. طيب سنكمل الأسئلة في المرة القادمة إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. المسابقة القرآنية اليومية. كان سؤال الحلقة السابقة آية في سورة النساء تدل على فضل الصحابة وأن من اتبع غير طريقهم فالنار مصيره يوم القيامة، ما هي؟ والإجابة الصحيحة قول الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فاز معنا بجائزة المسابقة القرآنية اليومية الأخ رياض بن الطاهر دعاس من الجزائر. سؤال الجزء السادس من القرآن الكريم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. ما معنى قوله وابتغوا إليه الوسيلة؟ للمشاركة في المسابقة القرآنية اليومية حمل تطبيق هدى وبينات مجانا من خلال نظامي أبل وأندرويد، وأجب عن الأسئلة التالية: يعلن اسم الفائز يوميا، جائزة المسابقة 1000 ريال سعودي يوميا. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.